مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه. زي ما عودنا حضراتكم دايما بيكون يوم ماتش الاهلي تغطيه خاصه للمباراه باذن الله. النهارده الاهلي بالجونه، ان شاء الله بنتمنى ان احنا نكسب، ان شاء الله بنتمنى الثلاث نقط. واحنا عارفين قد ايه ده ماتش مهم جدا انه يطمن الجمهور على اللعيبه وعلى الفريق بشكل عام قبل افريقيا ان شاء الله. وان شاء الله الفوز يكون لينا النهارده ورجالتنا يقدموا اداء قوي جدا وناخد الثلاث نقط. هيكون تغطيه خاصه زي ما قلنا، وهيكون معانا مراسلينا باذن الله من ملعب الاهلي والسلام، وكمان من فندق الاقامه بتاعه اللعيبه. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره. واسمحوا لي قبل ما ابتدي بس اعبر عن اعجابي الشديد باللون الاخضر النهارده للاتحاد. اهلا بيك يا ساره، واهلا بكل مشاهدينا بيتابعونا وحلقه جديده من السادسه مساء. ثلاث ساعات بالتمام والكمال بتفصلنا عن لقاء الاهلي مع الجونه، الحقيقه اللي بتتخطى اهميته بشكل كبير جدا. ثلاث نقاط تقرب الاهلي بالتاكيد جدا من مشواره في طريقه لحسم بطوله الدوري، لكن الاهم هي رساله الاطمئنان اللي بعتها الجمهور. جمهور النادي الاهلي النهارده عينه على مستوى الفرقه اكتر ما عينه على الثلاثه بونت. جمهور النادي الاهلي النهارده محتاج يطمن على فرقته وانه الكيرف بتاعها في تصاعد، وانه الكبوه اللي حصلت قدام ماتش او اثناء ماتش الزمالك كبوه وارده جدا وبتحصل لكل الفرق الكبيره ولن تؤثر على الاطلاق على مسيره المارد الاحمر. لا حديث في العالم كله يعلو فوق صوت ميسي، ميسي وانفصاله عن برشلونه اللي اصبح انفصال وشيك جدا. الحقيقه كل عشاق الكوره بيتابعوا اخر التطورات، والنهارده هيكون برده معانا تغطيه للجزئيه دي. اسئله كتيره جدا الناس بتطرحها، هل بعد المشوار الطويل والنجاحات الكتيره جدا اللي حققها ميسي مع برشلونه ينفصل عن الكتالوني ويتجه لوجهه اخرى؟ طبعا انديه كتيره جدا عرضت انضمام ميسي ليها زي المان سيتي اللي بالفعل بيبي جوارديولا اجرى اتصال مع ليونيل ميسي، وغيرها وغيرها وغيرها. على كل الاحوال هنتابع التطورات، والحقيقه الموقف ده يخلينا احنا كمان نطرح عدد كبير جدا من الاسئله. تابعونا اثناء الحلقه هنتكلم في تفاصيل كتير جدا. خلونا نبتدي مع حضراتكم في البدايه بالعناوين. ريني فايلر يعلن قائمه الاهلي لمواجهه الجونه. فايلر يحدد برنامج خاص لتخفيض وزن صالح جمعه. الاهلي مع ابراهيم نور الدين 20 فوز وخمس تعادلات وهزيمه. الوداد المغربي بيسعى لتاجيل لقاء الاهلي بسبب الكورونا. ميسي يقترب من السيتي بعد مكالمه تليفونيه مع جوارديولا. ورسميا ليستر سيتي يعلن تمديد تعاقد فاردي حتى 2023. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة. قبل بس ما ندخل في تفاصيل أخبارنا وهنتابع، أنا عارف أنه الناس كلها النهاردة عايز تعرف وتطمن على أخبار الفرقة واستعداداتها لماتش الجونة، هندخل في كل ده. بس امبارح الحقيقة، وأنا الحقيقة هبتدي بكلام على شرط الكابتن. شرط الكابتن دي مش مجرد بادج كده بيتحط على كتف اللعيب عشان يتعرف أنه ده كابتن الفريق، أو عشان يتصور قدام كاميرات التلفزيون، أو عشان لما يبقى فيه مشكلة يروح اللعيب ده عشان يتكلم مع الحكم باسم الفريق، أو حتى عشان يعمل التوس ويختار الكرة ولا الملعب. شرط الكابتن الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا، بالذات لما تبقى في نادي كبير بحجم النادي الأهلي، وأعتقد إنها بتحط على كتف حامل الشارة دي مسؤولية كبيرة جدا. ومن المفترض الحقيقة إنه التركيبة والشخصية تسمح لهذا الشخص أو لهذا اللاعب إنه يكون قائد فريق، وأنا بتكلم هنا على فريق بحجم النادي الأهلي، وحضراتكم عارفين يعني ايه النادي الاهلي. لكن الحقيقه انا صدمت، على الرغم من انه احنا اتكلمنا في الايام الاخيره وتحديدا من بعد لقاء القمه 120 مع الزمالك على الحمله الممنهجه اللي بتمارس ضد النادي الاهلي، واللي كان في اغلبها الحقيقه جاي من اصوات ليها انتماءات او ليها اهواء او ليها مصالح في عرقلة مسيرة النادي الأهلي، لكن كان من الصعب أنك تفهم أنه ممكن يكون جزء من الحملة دي من جو من ولاد النادي الأهلي، من ناس في يوم الأيام كانت بتنتمي للنادي الأهلي وكان في منهم بيحمل شارة كابتن النادي الأهلي. الحقيقة يمكن احنا فوجئنا بتصريحات كابتن شريف إكرامي اللي اتكلم فيها امبارح عن أكتر من نقطة، وأعتقد أنه ده استمرار حتى يعني لو حضراتكم تفتكروا من أول السنة حتى مع البيان اللي طلع من غير ما يرجع فيه لحد ومن غير ما يتكلم فيه مع حد وأصدر هذا البيان. امبارح كان ليه أكتر من تصريح الحقيقة في غاية الغرابة، ومحتاجين الحقيقة إن احنا
نرد، مش بهدف الرد بس، لكن بهدف توضيح وتصحيح عدد كبير جدا من النقاط اللي يمكن تكون غايبة عليه أو ممكن يكون اختلط عليه الأمر. هي فعلا يا أحمد، يعني من الواضح أن كابتن شريف إكرامي حب يشارك في الحملة الممنهجة ضد النادي الأهلي اللي خيره عليه. كابتن شريف خرج امبارح استمر في كلامه ولينا طبعا تعقيب، خرج في التوقيت ده بعد أحداث ماتش القمة عشان يتنصل من المشاركة في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز. لكن خليك واثق يا كابتن أن جمهور الأهلي ذكي ومحدش يقدر يضحك عليه بكلمتين، لأن الناس خلاص عرفت الحقيقة. في الحقيقة خمس نقط حابين نتكلم فيها، لو هنبدأ أنه يعني احنا تحديدا هم خمس نقاط أثرهم كابتن شريف، احنا محتاجين نوضح لجماهير النادي الأهلي حقيقة هذه النقاط. الحقيقة بداية كابتن شريف كان بيتكلم وقال أنه كان رافض لاستمرار رمضان صبحي، رغم أنه هو شخصيا والإدارة بتاعة النادي وجمهور النادي الأهلي عارف أنه رمضان مهم جدا بالنسبة لفرقة النادي الأهلي في التوقيت الحالي. ومع كامل الاحترام والتقدير لرأيك الشخصي، أنا مش بتكلم هنا على لعيب في النادي الأهلي، أنا بتكلم على كابتن الفريق. أنت كنت كابتن الفريق في يوم من الأيام، الكلام ده حضرتك تقوله لما تكون بتلعب في نادي تاني ويكون رمضان لعيب في النادي الأهلي، من حقك تقول أنه أنت رافض أنه رمضان يكمل أو أنت شايف أنه مصلحته ممكن تكون في مكان تاني، أو الكلام ده يتقال لما يكون مالكش علاقة بالوسط الرياضي وتكون علاقة النسب اللي موجودة بينكم بس هي الحكم والفيصل في تعبيرك عن آرائك ووجهة نظرك. لكن لما تكون كابتن النادي الأهلي، لما تكون كابتن النادي الأهلي عليك تماما أنك أنت تحافظ على مصلحة الفريق وتشوف حتى وإن كان ده في تعارض مع وجهة نظرك الشخصية. أعتقد أنه مسؤوليتك ككابتن فريق النادي الأهلي وكواحد من أبناء النادي الأهلي أنك أنت تغلب مصلحة الفريق بتاعك ومصلحة النادي اللي أنت بتنتمي بيه تنتمي ليه على مصلحة أي حد تاني، حتى لو كان في علاقة نسب، لأنه في النهاية علاقة نسب دي كامل التقدير والاحترام، لكن دي مكانها البيت مش مكانها النادي الأهلي. النقطة الثانية كمان يا كابتن، لما تقول أنه فيها إيه لما رمضان صبحي ينتقل للزمالك ولا البيراميدز، لا هو فيها كتير لما حضرتك تبقى كنت كابتن النادي الأهلي وبتتكلم في أنه عادي ومش مراعي أي مشاعر الجمهور النادي الأهلي ولا عامل له أي اعتبار. الجمهور اللي ياما وقف في ظهرك وياما سندك وياما وقف جنبك، أنه بعد كل ده وانت متربي في النادي الأهلي تقول أنه فيها إيه لو ينتقل لأي نادي تاني سواء كان بيراميدز ولا زمالك. الجمهور ده أنت عارف هو قد إيه بيحزن لما أي لاعب من النادي الأهلي وهو واقف في ظهره والكيان والانتماء، يعني بيحزن جدا لما ينتقل لأي نادي تاني. ومع ذلك التصريح، يعني طبعا يعني احنا مش ضد انه اي لعيب في الدنيا يدور على مصلحته حتى ولو كانت مصلحته دي في الانتقال لفريق منافس، لكن في نفس التوقيت لابد ان احنا دايما نراعي مشاعر الجماهير، لانه شئنا ام ابينا في نوع من انواع الحساسيه الموجوده المفرطه تجاه انتقال اي لاعب من الزمالك للاهلي والعكس الصحيح. فلما يطلع الكلام ده على لسان واحد من ابناء النادي الاهلي اعتقد انه لا يصح ولا يجوز، لانه احنا بنراه في تقديرنا وتقييمنا تجاوز في حق جمهور النادي الاهلي. الجزء المهم الحقيقه، ودي نقطه برضو يمكن في نفس السياق، حضرتك كنت بتقول انك انت كنت على درايه بانتقال عبد الله السعيد للزمالك لكن رفضت تبلغ المسؤولين. من وجهه نظرك انه مش شغلك او مش من موضوعك، على الرغم من انه من المفترض يعني اذا كان في اي شيء ممكن ياثر على مسيره فرقه، من المفترض انك انت واحد من كباتنها، انك انت تكون اكتر حد حريص على تلافي المشكله دي. احنا مش ضد انه عبد الله ينتقل لاي فريق كائنا من كان، لكن احنا ضد ان حضرتك تبقى عندك معلومه ممكن تاثر سلبا على مشوار فرقتك اللي انت الكابتن بتاعها وتظل محتفظ بها بدون الاعلان عنها. انا مش بقول لحضرتك روح قول للاداره النادي او روح قول للجهاز الفني ده عبد الله ماشي عشان تضر مصلحه عبد الله وعشان تمنع تعاقد عبد الله مع نادي تاني، لانه الاهلي ما بيشتريش حد باعه، ده مبدا واضح وصريح، وعندنا نجوم كتيره جدا في يوم من الايام تخلوا والاهلي تخلى ورجعوا ندموا مره تانيه. فالفكره مش انك انت توقف انتقال عبد الله بقد ما تحذر فرقتك والقائمين على الفريق بتاعك من انه في مشكله ممكن تقابل مشوار الفريق وعلينا ان احنا نكون مستعدين ليها. انا اعتقد ان دي واحده من اهم مسؤولياتك كواحد من كباتن الفريق. النقطه الاخطر بقى يا احمد لما كابتن شريف يقول انه بيرفض نسبه الخصم في العقود بتاعه خساره سان داونز،
دي كان اعتقد يعني بعد الخساره في بطوله افريقيا ساره، كانت اداره النادي الاهلي فرضت 10% خصم من نسب عقود اللعيبه، لانه حضراتكم عارفين ظروف الخساره اللي طلع بيها النادي الاهلي من بطوله افريقيا، وكانت الحقيقه مؤلمه وده تصرف طبيعي جدا ومن حق اي اداره النادي. لكن اللي ما ذكروش كابتن شريف انه كابتن خطيب اجتمع بالفرقه بعد الموضوع ده على طول، وعمل مع اللائحه اللي موجوده لائحه سميت في هذا التوقيت باللائحه التحفيزيه، معناها ان كل ما الفرقه تتقدم في مشوارها او تكسب بطوله هيبقى فيه يعني منح او مكافآت اضافيه، واعتقد ده في حد ذاته تعويض مجزي عن نسبه ال 10% اللي تم خصمها من العقود. وبالاضافه لده كمان كان في وعد من كابتن سيد عبد الحفيظ انه في السنه ده في الموسم ده لو الاهلي فاز بكاس مصر هيتم الغاء عقوبه الخصم ال 10% من بتاعت ماتش سان داونز ويتم تعويضها في مكافآت الكاس. لكن طبعا الاهلي في السيزون ده خسر الكاس اعتقد على ايد بيراميدز وبالتالي ما رجعتش ال 10%. لكن انك تذكر جزء وتسيب الكل اعتقد ده أنا آسف في اللفظ عدم أمانة في نقل الصورة بشكل كامل للجمهور. الحقيقة التصريحات دي ما كانتش اللي جمهور النادي الأهلي مستنيها من حد زي كابتن شريف إكرامي، واحد من كباتن النادي الأهلي قبل كده. الجمهور كان حزين لما سمع الكلام ده، لما خصوصا لما يبقى على دراية أو ما عندوش مشكلة إنه لاعب مهم في الأهلي ينتقل لأي نادي تاني، زمالك إن كان أو بيراميدز. تسمحي لي أرجع نسبة ال 10% دي برضو، لأنه في سياق الكلام اللي اتكلم فيه كابتن شريف إكرامي كان بيقول انه كابتن سيد عبد الحفيظ كلمه هو شخصيا وهو قام بابلاغ اللعيبه، وده غير حقيقه على الاطلاق، او طلب منه انه يوصل المعلومه لباقي اللاعبين باقي الفرقه يعني. لكن الحقيقه ده كان امر غير صحيح على الاطلاق. طبيعه الامور في النادي الاهلي انه مدير الكوره لما بيجي يتكلم مع لعيبه الفريق بيتكلم مع اللعيبه الكبار الاول، بعد كده يعني بيفهم اللعيبه الاقدم اللعيبه الكباتن بتاعه الفرقه ايه الاجراء اللي هيتم، وبعد كده بيتكلم مع بقيه اللاعبين. لكن هو لم يطلب منك على الاطلاق انك انت تبلغ اللعيبه. كمان في نقطه فيما يتعلق باللوائح، بما انه الشيء بالشيء يذكر، يعني ما قالش فعلا يا كابتن يا احمد ان عقودهم ما بيبقاش فيها نسبه المشاركه اللعيبه الكبيره خصوصا، يعني ده تقديرا ليهم انه انت لعبت ما لعبتش، قاعد احتياطي مش قاعد احتياطي، انت بتقبض كامل، انت عقدك زي ما هو، بتاخد فلوسك زي ما هي. طب ليه ده اتذكر وليه ده ما اتقالش؟ يعني ليه ما تقالش قد ايه النادي الاهلي مقدر اللعيبه الكبيره دي؟ ودايما يا احمد برجع لنقطه الجمهور دي ليه؟ لانه بجد يعني عيب قوي لما خلاص جمهور النادي الاهلي تعب، مش كل شويه حد هيطلع، حد من كبار اللعيبه يطلع يبين انه خلاص ما فيش انتماء. والتوقيت نفسه غريب جدا ان هو طالع في الوقت ده وبعد مباراه القمه وبعد ازمه رمضان صبحي طالع يقول الكلام ده، وكانه انا اسفه في الكلمه بايع جمهور الاهلي. هو الحقيقه بصرف النظر عن، انا مش عايز اتكلم في حته انه كابتن شريف، مع انه ده يمكن واضح بشكل كبير، يعني اعتقد انه الايام بتكشف انه كابتن شريف اكرامي كان ليه دور في سواء بشكل مباشر او غير مباشر في انتقال رمضان. لكن في النهايه هي الغلطه غلطه رمضان، او هو ممكن رمضان يشوفها من وجهه نظر انه ما غلطش. لكن على كل الاحوال حتى لو شريف كان ليه محاولات لتدفع كابتن رمضان صبحي ان هو يوقع على بيراميدز، ففي النهايه القرار قرار رمضان، واللي هيحاسب على الفاتوره رمضان صبحي مش حد تاني. لكن انا الاهم بالنسبه لي هي فكرة التحول. يعني أنا بتبقى مؤلمة جدا بالنسبة لي إنه الناس طول ما هي موجودة داخل الكيان تبقى بتعبر عن حبها وبتعبر عن انتمائها وبتعبر عن تقديرها للجماهير، وبتتكلم على إن هم طول الوقت وفي كل وقت وفي كل لحظة تحت أمر النادي الأهلي. ومجرد ما بتنتهي العلاقة، وخدوا بال حضراتكم أنا هي بكلم جمهور النادي الأهلي، إنه علاقة الأهلي بشريف إكرامي انتهت بناء على رغبة اللاعب وليس رغبة النادي الأهلي. فلما تنتهي العلاقة يبقى التحول بهذا الشكل، انها تحول من موقف لموقف ب 180 درجة، اعتقد ده صعب جدا وغير مقبول على الأقل من وجهة نظر. انا مش بكلم بلسان إدارة النادي، انا بكلم جمهور النادي الأهلي، بكلم جماهير النادي الأهلي العاشقة ليه واللي بتتابع أخباره، واللي في الفترة اللي فاتت كان في عدد كبير جدا من الأخبار اللي للأسف الشديد ضايقت الجمهور بشكل من الأشكال. فمهم جدا، عشان في ناس بتحاول تزود الطين بقى زي ما بيقولوا، مهم جدا انه الامور تبقى واضحه للجماهير، مهم جدا ان كل معلومه بتتقال في هذا التوقيت يبقى في توضيح وتصحيح ليها، عشان تبقى الامور قدام الجمهور واضحه ويبقى عنده قدره على اتخاذ قرار او
قدره على تأييد شيء او رفض شيء من عدو. فدي الصوره كامله بالنسبه لكل ما ذكر على لسان كابتن شريف اكرامي بالامس في واحده من مداخلاته، واعتقد انه ده رد صريح يوضح الامور ويحط كل حاجه في نصابها الصحيح. مكملين طبعا الحلقه علشان تغطيه مباراه الاهلي والجونه، بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. نعدي بقى على اخبارنا وتفاصيل اخبارنا النهارده، وخبر انا عارف انه يعني بيجي لنا طبعا على السوشيال ميديا على الانستجرام والتويتر والفيسبوك على صفحات القناه، ناس كتير جدا بتسال على وضع صالح جمعه، وناس كتير جدا بتطالب ريني فايلر بانه يشرك صالح جمعه. انا اتكلمت مع حضراتكم امبارح انه حاله التوتر اللي كانت موجوده اصبحت تاريخ، يعني من الماضي مش بنتكلم فيها خلاص. واعتقد انه صالح شخصيا فتح صفحة جديدة مع نفسه قبل ما تكون مع أي حد تاني، وإن شاء الله بقول لحضراتكم في السادسة انتظروا صالح جمعة قريبا جدا في صفوف النادي الأهلي. بس اتكلمت امبارح مع حضراتكم وقلت إنه من الوارد، عشان إحنا عارفين صالح وعارفين قيمته وعارفين موهبته وعارفين حجمه وتأثيره في الفريق، لما يكون جاهز، وهو حتى اللحظة مش جاهز، بيبذل مجهود كبير جدا في حالة تركيز عالية جدا. ويمكن عشان ده ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حط برنامج خاص لصالح جمعة. الهدف من البرنامج انه صالح يعني يخس شويه، مساله وزن زي ما بيقول، عشان يقدر يرجع للوزن المثالي اللي يسمح ليه ان هو يشارك فيه ماتشات الفريق ان شاء الله. هو مستر فايلر حاسس انه وزن صالح يعني يعتبر عقبه شويه في طريق عودته للملاعب، عشان كده تم وضع البرنامج الخاص بتنزيل وزن صالح جمعه. والحقيقه الراجل بيتكلم على انه بيحترم جدا التزام صالح جمعه في الفتره الاخيره، لكن من ناحيتين، ناحيه انه اللاعب لسه مش جاهز، وناحيه وارد جدا انه حضراتكم رغبه الجماهير انه صالح يظهر في ماتشات يساره في التوقيت ده وهو مش جاهز، ممكن الحقيقه يجيب نتيجه عكسيه ويرجعنا خطوات كثيره جدا لورا. فنتمنى ان شاء الله باذن بنشوف الله. بنشوف تعليقات كتير فعلا من الناس على صفحتنا على السوشيال ميديا يا احمد، انه عايزين صالح جمعه يرجع وريني فايلر غلط، انه مش دي رؤيه فنيه لمدرب. واكيد احنا فاهمين قد ايه حضراتكم بتقدروا موهبه، ما فيش اختلاف على موهبه او مهاره صالح جمعه، ما فيش اختلاف ان لما صالح جمعه بيبقى في الفريق بيبقى فيه فرق، وباذن الله ان هو الفتره الجايه يكون مستعد ويشارك، لان احنا برده داخلين على مرحله حاسمه في افريقيا. وزي ما احمد قال امبارح، ما فيش ابدا مدير فني هيكون شايف ان في لاعب جاهز 100% وقادر انه يفرق جدا مع الفريق ومش هيشارك او مش هيلعب. خلينا برضو نروح للحكم الدولي ابراهيم نور الدين اللي هيحكم النهارده لقاء الاهلي والجونه، هيعاونوا وائل شعبان واحمد لطفي ومحمد عبد الحافظ حكم رابع، ومحمود البنا حكم للفيديو، وهيكون برضو معاه سعيد حمزه. مباراه النهارده طبعا هي ال 27 اللي بيديرها نور الدين للاهلي، وقبل كده طبعا ادار 26 مباراه للأهلي. كانت بقى صفارته هي وش السعد على النادي الأهلي، حقق الفوز 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بس. عايز أقول كمان أنه إبراهيم نور الدين أشهر البطاقة الصفراء 36 مرة والحمراء 3 مرات في وجه لاعبي الأهلي، واحتسب 9 ضربات جزاء. آخر مباراة أدارها نور الدين الأهلي كانت قدام بيراميدز في فبراير اللي فات، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف. تفتكر هيبقى في ضربات جزاء النهارده؟ لا خلاص بقى، تعالوا نروح تقرير نشوف تقرير نتكلم فيه او يرصد لحضراتكم تقرير الخاص بمواجهات الأهلي والجونه، ونرجع نكمل مع حضراتكم في السادسة. يلتقي في 9 مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، وتشتهر مباريات الفريقين بالإثارة والمتعة منذ صعود الأخير لدور الأضواء والشهرة، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريقين قبل صدام اليوم. لعب الأهلي والجونة 14 مباراة قبل صدام اليوم، فاز المارد الأحمر في 9 لقاءات، وفاز الفريق الساحلي في مباراة واحدة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل. سجل الأهلي 21 هدفا في شباك الجونة في مقابل 7 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي. أكبر انتصار حققه الأهلي على الجونة في بطولة الدوري في الدور الأول، حينما فاز المارد الأحمر 4 أهداف مقابل هدف.
فيما يعد الفوز ب13 هدفا دون رد بكأس مصر هو الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين في كل المناسبات. حقق الأهلي الفوز على الجونة ذهابا وإيابا في موسمين فقط. خرج الأهلي بشباك نظيفة أمام الجونة في 7 مباريات مقابل 2 للفريق الساحلي. عام 2009 شهد أول لقاءات الفريقين، وبالتحديد في 16 من ديسمبر 2009، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد أحرزه الليبريو فرانسيس مهاجم الأهلي الأسبق. برحب بحضراتكم من جديد. خلينا نروح الحقيقة لخبر مهم جدا، وهي أن الأيام اللي فاتت شهدت أنباء من داخل نادي الوداد بتفيد باستعداده أن هو يقدم طلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم علشان يأجل مباراتي الأهلي اللي هم مفروض طبعا يوم 25 و26 سبتمبر بالمغرب اللي هي مباراة الذهاب، و3 أكتوبر اللي جاية في القاهرة دي مباراة العودة. على صعيد متصل، قرر سعيد النصيري رئيس نادي الوداد نقل مقر إقامة الفريق من الفندق اللي بيقيم فيه حاليا بعد ما تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق مؤخرا. الوداد يعني تلقى ضربة جديدة بعد إصابة 3 لاعبين جدد بالفيروس بعد ظهور نتائج الاختبارات اللي خضع الفريق ليها، ويرتفع كده عدد المصابين بالفيروس داخل الفريق ل 11 حالة. موقع كمان لـ 360 سبورت المغربي قال ان مسؤولي الوداد اضطروا ان هم يغيروا مقر الاقامه رغبه منهم في ان هم ينتقلوا لفندق افضل من شانه ان هو يوفر خدمات افضل طبعا فيما يتعلق بالشروط الصحيه المتعلقه بوسائل الحمايه من الاصابه بفيروس. طب خلينا نروح للمغرب، وتحديدا مع الصحفي انس الطهيري، صحفي بموقع ديربي، نعرف منه آخر التطورات، وهل فعلا في إجراءات أو طلب رسمي تقدم به نادي الوداد بهدف تأجيل مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا؟ مساء الخير يا أستاذ أنس. أهلا وسهلا بك عزيزي أحمد سمير، وكذلك بصديقة سارة محسن. أهلا بك، مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. بداية بس نطمن على لعيبة فرقة الوداد وعلى حالتهم الصحية قبل ما ندخل في تفاصيل المسابقة أو الماتشات. الحمد لله، يعني الحالة الصحية حاليا يعني هناك أنباء أن مجموعة من اللاعبين لم يتبقى فيهم أي أعراض للكورونا، لكن هناك مجموعة أخرى كذلك نتمنى لهم الشفاء العاجل، لا زال بهم أعراض، وكذلك سيخضع الجميع اليوم لتحليل ثاني أو تحليل جديد من أجل الكشف عن المتعافين من المصابين. وكما ذكرتم قبل قليل، فالفريق يعني انقسم إلى مجموعتين، المجموعة التي كانت بالمخالفين أو من ظهرت تحاليلهم السلبية انتقلوا إلى فندق آخر. فيما يخص يعني المجموعة الأولى فهي في فندق أول، وهي مجموعة المصابين. يعني نتمنى الشفاء للجميع، سواء لاعبي فريق الوداد الرياضي وكذلك لجميع المرضى عبر العالم. طبعا، بس يعني هل من وجهة نظرك حجم الإصابات دي من الممكن أن تؤثر على لقاء الذهاب في دوري أبطال أفريقيا؟ وهل في أي إجراءات تم اتخاذها أو مطالبات من نادي الوداد للاتحاد الأفريقي يتعلق بتأجيل مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي؟ نعم، في هذا الخصوص يعني حاولت ان اتاكد من الاصل من هذا الخبر، لانه راج فقط في بعض المواقع الالكترونيه وكذلك في بعض الصفحات، والصفحات كانت سباقه لنشر هذا الخبر. بعدما حاولت الاتصال يعني بمقربين من الاداره، تاكدت انه الى غايه الان لا يوجد هناك اي شيء اسمه مراسل الاتحاد الافريقي من اجل طلب يعني تاجيل المباراتين، وكذلك ان كان هناك طلب فلا اظن ان الوداد الرياضي سيقوم بالمطالبه بذلك اذا لم يكن هناك ضروره لذلك، لان الاصابات الى غايه اليوم فقد تم تسجيل مؤخرا بعد الحالات الثلاثه التي ذكرتموها، تم تسجيل حاله اخرى للاعب المدمن، وهذا يعني لا يبشر بالخير ان استمرت الحاله على ما هي عليه، رغم ان اللاعبين هم الان في يعني حجر صحي، لكن الاصابات ما زالت تظهر وما زالت الاصابات الجديده. لا نعرف ايضا الوقت الذي ستستغرق هذه الحالات للتعافي، لاننا نعرف ان هذا الفيروس ليس له اي منطق، يعني يمكن ان نعرف انه بعد 10 ايام الجميع سيشفى، ذلك على حسب الاستجابه المناعاتيه
لكل لاعب. الوداد انا ما انا متاكد منه لن يقوم بالمطالبه باي تاجيل ان لم تكن هناك ضروره ملحه الى ذلك. لا اظن ان كانت هناك سيبقى يعني اصابتين او ثلاث والوداد سيطالب بالتاجيل. أما الوداد يعني كما تعرفون له من الاسماء الكثيره لا يقف على لاعب او اثنين، لكن حاليا جميع اللاعبين هم لاعبين يعني اساسيين في الفريق وازيد من 10 اصابات في صفوف اللاعبين فقط، فهذا يعني امر. ومن الاساسيين يعني اكثر من 50% من الاساسيين وكذلك من الاحتياطيين، فهذا امر يعني يستدعي ان استمر الى غايه يعني اقتراب المباراه فربما اظن انه يستحق التأجيل. الف سلامه على لاعيبه الوداد ونتمنى ان شاء الله ليهم الشفاء العاجل. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي المغربي انس الطهيري بموقع الديربي. طيب نروح بقى لماتشنا النهارده، نروح لمحل اقامه الفندق اللي بينزل فيه النادي الاهلي اللي قام ليه في معسكره استعدادا لماتش الجونه. معانا زميلنا شريف شعبان. شريف يا شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك ساره، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. أهلا يا رب باذن الله. اهلا بيك. تنقل الساده المشاهدين النادي الاهلي، تنقل الساده المشاهدين كده الجمهور الاهلاوي ل ملامح استعدادات النادي الاهلي في مباراه الجونه اليوم اللي هتقام خلاص بعد ساعتين وحاجه بسيطه. يمكن انتهى منذ قليل الوجبه الخفيفه اللي كانت الساعه 6، خلاص يمكن لاعبي النادي الاهلي طلعوا الى غرفهم استعدادا للمحاضره اللي هتكون في السابعه والخمس دقائق. فايلر بيعلن فيها التشكيل للفريق وبعد كده بيتجه الفريق من الفندق طبعا في مدينه او محافظه القاهره، التجمع الخامس يمكن قريب جدا من استاد القاهره، بتتكلم 20 25 دقيقه بالكثير باذن الله ويكون في استاد القاهره. فايلر على طول بعد ما يعمل التشكيل بيتجه على طول من غرفه المحاضرات الى الباص اللي تم تعقيمه طبعا منذ قليل، وعلى طول يتجه الى استاد القاهره. يمكن الفندق هادي جدا بيمتاز بالهدوء التام لراحه لاعبي النادي الاهلي، يتحركوا براحتهم زي ما عاوزين يخشوا المطعم. يعني طبعا لاعبي النادي الاهلي ما بيتحركوش كتير للامانه، يعني ما بينزلوش مثلا اللوبي يقعدوا في اللوبي، لا ما بيتحركوش خالص. لو اتكلموا مثلا في المطعم ممكن يقعدوا مع بعضهم 3 4 دقائق، لو حد عاوز ينزل الجيم يعمل جلسه ولا حاجه عن طريق الدكتور برده بيكون بينزل الجيم على مستوى عالي جدا في الفندق. لو في السبا كمان الدكتور حب ان حد برده يستعمل الاسبوع برضو ممكن يستعملوه طوال طبعا اليوم. يمكن كلها تعليمات بتكون طبيه حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. لو كلمتك عن الغيابات، يمكن النهارده في غيابات كتيره جدا للاعبي النادي الاهلي. وليد سليمان طبعا نجم نجومه، محمد هاني للايقاف، كهربا للايقاف، حسين الشحات، محمد محمود، محمود متولي طبعا، سعد سمير، كريم ندفد. يمكن حسين الشحات اتكلمت معاه وتواصلت معاه يمكن في 3 4 ايام او اقل من 3 4 ايام هيكون موجود في النادي الاهلي الجزيره بعد اجراءه للمسحه الطبيه، وهيكون يتحط له برنامج بدني لمده اسبوع 10 ايام بالكثير، وهيكون باذن الله جاهز للمشاركه مع باقي زملائه في معترك طبعا الدوري، وهيكون باذن الله نبأ صار لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، هيكون جاهز باذن الله لمباراه الوداد المغربي، ويكون لي عامل السحر باذن الله، ويكون لي توفيق كبير معاه جدا، ويكون لي مع باقي زملائه يمكن يعني التوفيق بس يكون حلفنا. شريف من خلال متابعتك للعيبه النهارده، يعني شايف المعنويات ايه او الحاله المسيطره عليهم قبل المباراه؟ بعد الغداء كان في جلسه مع لاعبي الفريق يمكن بقياده طبعا الكابتن احمد فتحي والكابتن محمد الشناوي، اتكلموا مع اللاعبين لمصالحه جماهيرهم. عارفين ان جماهير النادي الاهلي زعلانه، عارفين المجلس الاداره زعلان، عارفين لجنه التخطيط زعلانه ايضا. فالنهارده لاعبي النادي الاهلي تعهدوا على تقديم صوره مشرفه، يصالحوا الكل النهارده، يعني يقولوا للناس احنا كان حظنا وحش في المباراه السابقه، ما كانش يومنا بلغه الكوره، لكن باذن الله هيستثمروا من اول دقيقه ويحاولوا يصالحوا جماهير النادي الاهلي العريضه النهارده. بطمنكم وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي عندها استعداد قوي جدا اللي المباراه تكون دلوقتي قبل كمان ساعتين. فباذن الله باذن الله باذن الله بس يكون التوفيق معاهم، وباذن الله يكون القادم او يعني معاهم. شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان. والحقيقه هو مش بس ما كانش يومنا، وبرده مره ثانيه باكد مش عايز افتح في اللي فات كتير، بس يعني هو كان ماتشين الحقيقه، يعني سواء كنا بنتكلم على نسبه استحواذ، سواء كنا بنتكلم على معدل صناعه الفرص، كان الاهلي الحقيقه مسيطر بشكل كبير جدا، وكان افضل على كل المستويات باستثناء بعض الغلطات اللي استغلها الخصم، فقدر ان هو يجيب منها 3 اجوان. واحنا الحقيقه عندنا المشكله الوحيده تتعلق بازاي تترجم الفرص اللي انت بتعملها ونسبه الاستحواذ اللي انت بتسيطر بيها لاهداف، هو ده الحقيقه الخاصه. ولو جمهور الاهلي يقدر يتفرج على الماتش تاني اعتقد هيبان كلامي ده
واضح بشكل كبير. على كل الأحوال نروح حديث العالم. ميسي. ميسي تقارير صحفية كشفت عن تطورات مفاجأة. اسمحي لي بس قبل ما أدخل في ميسي يا سارة، في حاجة كمان نقطة مهمة، بما إن إحنا كنا بنتكلم على مع شريف على الإصابات في الأهلي، وإنه تدريجيا كده هنبتدي نلاحظ إنه لعيبة الأهلي بترجع إن شاء الله بإذن الله. الشحات راجع، محمد محمود راجع، يعني ان شاء الله باذن الله بقيه اللعيبه ونخلص بقى من لعنه الاصابات. انا اعتقد كمان ربطا بالخبر او المداخله اللي كانت معانا من المغرب المتعلقه بحاله حالات الكورونا في الوداد، واحتماليه ان الوداد ياجل او يطلب من الاتحاد الافريقي انه ياجل ماتش الذهاب، انا اعتقد دي كمان فرصه متنفس للفريق الاول، يدي مساحه اكتر لتجهيز وتاهيل العائدين من الاصابه، واعتقد ده يصب في مصلحه النادي. بس سؤالي احمد، يعني انه التاجيل ده لو هيحصل هيبقى لحد امتى؟ دي حاجه بقى في علم الغيب. يعني نتمنى انه يتم السيطره على حالات كورونا في الوداد ونمنع ظهور حالات جديده، وبالتالي يبقى بنتكلم في تاجيل بسيط. بس انت شايف انه في مصلحه الفريق؟ يعني انا شايف ان كل يوم بتكسبيه زياده بيبقى في مصلحتك انك تجهزي لعيبتك بشكل اكبر، ويبقى عندك قدره اكتر على ان المصابين يتعافوا ويتم تاهيلهم ويخشوا بقى في فورمة اللقاءات. احنا بنتكلم على ماتش تقيل، ماتش من العيار التقيل قبل نهائي افريقيا، واحد من ومع فرقه يمكن تكون هي الاتقل في افريقيا والمنافس الحقيقي للاهلي في بطوله الابطال السنه دي، فلو قدر الاهلي يتخطاها اعتقد هيكون عنده فرص كبيره جدا في الفوز باللقب السنه دي. نروح لميسي بقى. ميسي النهارده حديث العالم كله كان عن ميسي والتطورات المفاجاه اللي بتحصل حول مستقبل ليونيل ميسي نجم برشلونه بعد قرار رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف ده. الناس كلها بتتكلم ميسي اللي في برشلونه من هو عنده 13 سنه قرر ان هو يمشي من برشلونه. وفي برنامج اسباني الحقيقه قال ان ليونيل ميسي اجرى اتصال هاتفي بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قبل ايام قليله للانتقال طبعا لملعب الاتحاد. طب نبص على الصوره دي، الاتحاد ده مش اتحاد بس، قولي لي كده الاربعه تيشرتس اللي لابسهم ميسي. يوفنتوس باريس سان جيرمان وانتر ميلان. لا انا عارفه. لا عيب عليك. قولي لي طب ايه انت عايز يروح فين؟ دي الفرق اللي تقدمت بعروض او عندها رغبه في انه ميسي وانت عايز تشوفه فين؟ طبعا انا شايف ان الديو بين بيب جوارديولا وميسي هو الافضل، والراجل فيه عشان لعبوا مع بعض برضو قبل كده وكان في كيمستري قويه. هو ميسي بيحب بيب جوارديولا. السؤال هل ينجح ميسي بره برشلونه؟ ده سؤال كتير جدا الناس مش متوقعه الاجابه عليه، لانه وارد جدا انه ميسي اللي تشوفوه في اي فريق تاني يختلف جمله وتفصيلا عن ميسي اللي بتشوفوه في طبعا دي صوره بيب جوارديولا مع طبعا فوتوشوب اكيد طبعا صوره بيحقق عشاق وجماهير كل نادي بيتخيلوا ميسي منضم لصفهم، لانه بالتاكيد صفقه من العيار الثقيل. لكن السؤال يا ساره، احنا شفنا لعيب بحجم ميسي وناس كتير جدا ربطت مشواره الناجح مع برشلونه بالكوكبه من النجوم وباسلوب لعب برشلونه الهجومي وبالمواهب الكبيره جدا اللي بيضمها الفريق، لكن ما شفناش ميسي مثلا مع الارجنتين بيقدم نفس المستويات او نفس الاداء او قدر يحقق نفس الانجازات زي ما حقق مع برشلونه. وبالتالي السؤال، هل لو انتقل ميسي لفريق تاني يقدر يحقق مشوار ناجح، يقدر يعمل ارقام وبطولات زي ما كان بيحصل مع بارسا؟ انا عارفه ان انت رايك في الموضوع ده انه لا، والا فعلا كنا شفناه مع الارجنتين، بس انا اعتقد ان ميسي في اي فريق وفي اي دوري هيكون اضافه كبيره وهيكون نجم الفريق. واعتقد انه برغم انه سنه كبر، في ناس كده بحس انه مهما سنها كبر هي لما بتبقى في الملعب هم الاساطير، رونالدو وميسي انا بشوف ان لسه قدامهم كتير. فاعتقد انه ميسي لو راح مانشستر سيتي ومع والديو بتاعه هو بيب جوارديولا، لا اعتقد هنشوف انجازات برضه. على كل الاحوال ايام هي اللي هتكشف لنا عن الاجابه على السؤال، وان كنت اشوف انه من الصعب جدا، واحنا شفنا مظاهرات في برشلونه في كاتالونيا بتطالب ببقاء ميسي. على كل الاحوال في الايام اللي جايه هنكتشف المزيد والمزيد. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. بنرحب بحضراتكم من جديد، وهنروح دلوقتي لمراسلنا من ملعب المباراه كريم احمد يكلمنا عن اخر الاستعدادات في الاستاد لاستقبال المباراه. كريم مساء الخير عليك. عايز اسالك الاول على الاجراءات بشكل عام والاجراءات الاحترازيه في الاستاد يعني بسبب فيروس كورونا. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، ومساء الخير على كل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد طبعا متواجدين في استاد القاهره، الكل مستعد هنا لمباراه الاهلي والجونه في الجوله 22 في تمام الساعه 9 مساء. يعني اقدر اتكلم في البدايه الاول على الجو، كان درجه الحراره عاليه شويه، لكن يعني مع اقتراب ان شاء الله الوقت حتى الساعه 9 الجو بدا يبقى
طيب جدا ان شاء الله باذن الله يساعد، والمناخ يساعد النادي الاهلي في اداء ونتيجه ان شاء الله. كل جمهور النادي الاهلي منتظر هذه المباراه تبقى مصالحه للجمهور، وايضا كمان استعاده الثقه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. التلاحم كبير جدا، المباريات كلها متتاليه من مباراه الجونه، لسه عندنا مباراه المصري، لكن ان شاء الله خطوه خطوه زي ما عودنا الجهاز الفني ومعودنا لعيبه النادي الاهلي حسم المباراه اولا ثم النظر للمباراه القادمه. الاجراءات الاحترازيه هنا كالعاده، ويمكن اكدنا اكثر من مره ان تنظيم النادي الاهلي في كل مباراه بيكون الاجراءات الاحترازيه والوقائيه على اعلى مستوى، ده الهدف الكبير داخل النادي الاهلي وداخل فروع الثلاث، وبيطبق كمان في كل مباريات النادي الاهلي. مجرد دخولنا من البوابات، غرف خلع الملابس، التعقيم بيكون مستمر، يعني نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي مجرد تواجدها بيكون مرحله تعقيم مره واثنين وثلاثه، وده امر بيساعد بشكل كبير جدا كل اللعيبه نكون مهيئه ان شاء الله باذن الله ان هي تكون في قمه تركيزها، بعيدا طبعا بقى عن التفكير في اي اصابات او اي حاجه تعوق فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق. النهارده عايز اقول يمكن ان شاء الله المباراه دي منتظرينها والجمهور منتظرها، لكن بشكل عام عايز اتكلم على اكثر من نقطه وسريعا جدا. عايز اتكلم النهارده ان لابد يكون في حرص كبير لكل اللعيبه، عندنا اربع لاعبين عندهم انذارين، يعني علي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي واحمد فتحي عندهم انذارين النهارده ان شاء الله. بنتمنى بقى ضبط النفس، ما يبقاش في اي اعتراضات على حكم المباراه ابراهيم نور الدين، وايضا كمان الالتحامات تكون فيها يعني حرص شويه، لان مش عايزين نخسر اي لعيبه ان شاء الله خلال المرحله القادمه. غياب وليد سليمان بنتمنى ان هو ما ياثرش علينا، محمد هاني ثلاث انذارات الحمد لله، يعني اقدر اقول كل اللعيبه جاهزه من خلال رؤيتنا للتدريب الاخير. الاستعدادات كانت على قدم وساق بعد مباراه الزمالك اللي تم غلق الصفحه تماما، والتركيز ان شاء الله في هذه المباراه. الظروف مهيئه، لكن تبقى بقى دعوات كل جمهور النادي الاهلي ودعواتك يا ساره ودعوات زميلي احمد ان شاء الله نكون المباراه النهارده من نصيب النادي الاهلي. توقعك يا كريم انت شخصيا لتشكيله النادي الاهلي النهارده ممكن تكون ايه؟ كريم. يعني لو بتكلم على التوقعات ورؤيتنا كمان لخلال التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، يعني عايز اقول لك مثلا الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعه واحمد فتحي في خط الظهر، في المنتصف السوليه وديانج على الاطراف، جونيور اجايه وجيرالدو في الامام، محمد مجدي قفشه وبادجي، ده الاقرب بالنسبه لي تشكيل فريق النادي الاهلي من خلال رؤيتنا في التدريب الاخير، لكن الكل جاهز باكد لك، ممكن يبقى في اي متغيرات مجرد يعني خروج لعيبه النادي الاهلي من فندق الاقامه حتى وصول اللاعبين الى استاد القاهره، لكن ان شاء الله يكون ده الاقرب في هذه المباراه وباذن الله لعبتنا تكون موفقه زميلي احمد وزميلتي ساره في هذه المباراه. احنا واثقين في رجاله الاهلي النهارده ايا كان مين هيشارك كاساسي او حتى كبديل، وان شاء الله باذن الله يكون ماتش بدايه الانطلاقه او استعاده الانطلاقه مجددا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه، والحقيقه يمكن بمناسبه الملعب وبمناسبه كلامنا النهارده برضو على ماتش قبل النهائي في افريقيا، انت تحبي انه الماتش يتلعب في استاد القاهره ولا في استاد الاهلي؟ وي اعتقد الاهلي والسلام. الاهلي والسلام استاد القاهره ليا معاه ذكريات حلوه وبحب احضر الماتشات هناك، بس الاهلي والسلام خلاص بقى ملعبنا وعايزين اللعيبه تاخد عليه اكتر وتبقى وتعرف بقى المقاسات وكل حاجه. صحيح يعني. بس يعني طبعا الانجاز كبير جدا، وانا عارف انه وزي ما قلنا لحضراتكم يوم الافتتاح وشفنا الصوره الجميله اللي من داخل الجوانب الاستاد، بس انا بيتهيألي انه الملعب ارضيته فيها مشكله، واعتقد محتاجه تبقى في اولويه قوائم تطوير الملعب ان شاء الله باذن الله عشان يبقى استاد عالمي بكل المقاييس. على كل الاحوال كل التوفيق لنادي الاهلي النهارده، عارف ان الجمهور مستني المباراه بشغف وبشوق كبير جدا، والاهلي ان شاء الله باذن الله ولاعيبه الاهلي ما تغزلش جماهيره. كل التوفيق للاهلي والادارته الفنيه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نقابل حضراتكم بكره واحنا بنحتفل باذن الله بفوز الاهلي والثلاث يوم السبت يوم السبت واحنا بنتكلم على فوز الاهلي ان شاء الله. النهارده الفريق يبقى موفق ويظهر بشكل رائع وناخد الثلاث نقط ونحسم الدوري بدري ان شاء الله عشان نتفرغ لافريقيا. شكرا جدا لحضراتكم على المتابعه، ولسه التغطيه مستمره على قناه الاهلي، ونشوف حضراتكم يوم السبت ان شاء الله.